لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أولًا نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم في الله، وأننا نتقرب إلى الله عز وجل بمحبة الإخوة، وأن كثير من المواقف التي نجد فيها التوفيق أقول لإخواني هذا ما كان إلا بدعوات إخوانكم، وإلا فنحن أقل وأضعف بكثير من أن ننال هذا التوفيق الذي نجد في مواطن وأماكن ومواضع ما كان لنا بها من سلطان ولا مكان. ومن أعظم هذه النقاط التي أريد أن أذكر نفسي وإياكم بها اغتنام العمر. ما يمر يوم إلا وجنازة وشاب من الشباب وربما أخ من الإخوة وابن من أبناء الحزب أو من أبناء الدعوة. ودائما وأبدا أحب أن أذكر نفسي وإخواني وإياكم بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة العافية، يعني القدر، قدر الله سبحانه وتعالى لي من الأقدار الطيبة أن شقيق قد أصيب بأورام وأذهب معه كل أسبوع إلى مستشفى الأورام، فأرى العجائب في الخلق، الصغار والكبار والرجال والنساء، آية من آيات الله. وطوال الطريق أسأله ونحن في الذهاب والإياب وأتكلم معه، فنعمة العافية نعمة عظيمة تستغل في طاعة الله. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، وإذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، وإذا أردت أن تكون فكن، وإذا أعجبتك خصال امرئ فكنه. كذلك رحمكم الله أذكر نفسي وإياكم بحديث ابن عباس أيضا عند الترمذي، عندما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أعلمك كلمات، في خضم الأحداث والأسعار والفتن والكلمات والإعلام يحدث بعد وزهد في الكتاب والسنة، وتصبح كلمات العامة هي أسس الأمة، وهذا ليس لنا بسبيل ولا بطريق، إنما نحن نذكر الناس ونذكر أنفسنا بآيات القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي الأصل الأصيل وهي الطريق وهي السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. لابد من التعليم والتعلم، وخيركم من تعلم العلم وعلمه. قال: احفظ الله يحفظك، ليس بالمناصب ولا بالوجهات ولا بالشهادات، بالركعات، بالآيات، بالسجدات، بالدمعات، بالعبرات، بالدعوات، بصلة الأرحام، بإحسان الجوار، ببر الوالدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في روايات أمامك، والله سبحانه وتعالى يتولى عبده وقدر رزقه وضرب أجله، والأجل حصن حصين ورزق مقدر بيد الله، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، والذي يرزقنا في السراء هو الذي يرزقنا في الضراء، والذي يرزقنا في رخص أسعار هو الذي يرزقنا في الغلاء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي رواية قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله ستمضي الحياة ولن تجد أبدا أفضل من طاعة الله، ولن تفرح بشيء فرحك بحسنة وجدتها عند لقاء ربك، ولن تحزن على شيء إلا على سيئة وجدتها وأنت بين يديه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الأخلاق هي العنوان للمسلم، فنحن نعرف هنا بالعائلات والقبائل والوظائف والمناصب، وهذه والله لا تساوي فلسا وليس لها قدر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا تتمنى شيئا أفضل من العافية، وإياك أن تخرج عن ذلك، ولا تحب شيئا أكثر من الخير، ولا تبغض شيئا أكثر من الشر. وكن لبنة في صرح بناء هذه الأمة، ولا تكن معول هدم. والناس بحاجة إلى الفعال، فقد ملوا كثرة الكلام. وإن العبد لا يبلغ بحسن خلق درجة الصائم القائم، وإن أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا من الفوارق والفواصل الكبيرة، والتي صارت معدومة أو صارت قليلة. وكم من إنسان قد زهد في الدين بأخلاق أصحابه، وكم من إنسان قد أحب الدين بأخلاق أصحابه. ولا تحرص على أحد أكثر من حرصك على نفسك، فكل نفس بما كسبت رهينة. واجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة، من قيام أو من صيام أو من قرآن أو من صدقة، عبادة لا يطلع عليها أحد، واجعلها لك عند الله سبحانه وتعالى. ولا تشغل نفسك بالدنيا، فكما قال علي رضي الله تعالى عنه: من صح فيها ما أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، أمرها يسير وشأنها حقير. ومهما على قدر العبد وارتفع، فلا أعلى من علوه بدينه، فإن الدنيا تزول. ومهما افتقر وضعف، فلا أضعف له من المعصية، فإن الدنيا تهون. وإن الله سبحانه وتعالى بين سبيل النجاة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا إصلاح إلا بالصلاح، فلا تتعلق بأسعار ولا بدولة ولا برئيس ولا ببرلمان، ولا تتعلق بأحد، فإن ذلك يضعف قلبك ويشتت أمرك. ولكن إذا نجوت أو ناديت فلا تناجي سواه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا أردنا للأمة أن تتغير فإياك والكلام، فإن الكلام كثير، فإن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد سمعت وقرأت وتابعتم كم من الفرحة والمنشورات على حرائق إسرائيل، والله لم أهتم لأنها تحدث في كل عام، ولم أفرح لأنها تنتهي كل عام، ولأنها لا ترتبط بالأذان، فالمسلم قتله أعظم حرمة من الكعبة. ولو كان الأذان، فإن الأذان في بلاد كثيرة منع، بل في بقاع من بلاد المسلمين لا يرفع فيها الأذان، بل هناك من يحارب الأذان، بل إن أقواما يسمعون الأذان ولا يأتون الصلاة، بل من إخواني والله. وإن العار، كل العار الذي نراه في صلاة الفجر. وكم من الناس يسمعون الأذان ويؤخرون الصلاة، وكم من الناس يسمعون الأذان ولا يصلون أصلا. ولو أن هذا انتقام من أجل الأذان، إن حرق المسلمين هم أحياؤهم في بورما، ذبح المسلمين هم أحياؤهم في إفريقيا الوسطى، الذي يحدث للمسلمين في حلب. لا نريد أن تختلط علينا المفاهيم،
ولا نحيا بأوهام، فإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة، وهذا لن يتغير إلا أن نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: إن الله لا ينزع عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. ولن يرتفع العبد بمثل إيمانه، ولن يصل إلى هذا السبيل إلا بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكلما ازددت علما ازددت رفعة، وكلما ارتفعت اقتربت. إنما يخشى الله من عباد العلماء. وما وجد للعبد رفعة أعظم من تواضعه، ولا عظم أكثر من خضوعه وانكساره. فاسجد واقترب، ومن تواضع لله رفعه. وما محق العبد البركة بمثل ذنبه، وإن من أخذ الذنوب الكبر. ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإن سبيل الحسنات يسير لمن وفقه الله. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، لينوا بأيدي إخوانكم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإذا أردت أن تنجو بحق فأمسك عليك لسانك، لا تنطق إلا بخير، ولا تتكلم إلا بالبر، ولا تخوض مع الخائضين، ولا تقع في أعراض الناس، فإن للناس حرمة. وإن المرء يحب على ما فيه من الخير. ومن إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرء يحب من وجه ويبغض من وجه. يحب لما فيه من الخير وما فيه من الصلاح، ويبغض لما فيه من المعصية والفجور. يحب لما فيه من السنة ويبغض لما فيه من البدعة. وهذا الذي يجعلنا نسكت عن كثير من الناس رغم أنهم يتكلمون. ونسكت ليس عن عجز، ونصمت ليس عن ضعف، ولكن بإذن الله عن قوة وعن دين، خوفا من الله سبحانه وتعالى. والوصايا الثلاث الأخيرة التي أختم بها: إن أعظم مشروع لك في حياتك هو ولدك الصالح. إذا أردت النجاة لنفسك في الدنيا وفي الآخرة، وأن تجد حسنة بقية وأثرا وذكرا بين الناس، فاجتهدوا في تربية أولادكم. والتربية ليست وراثة، التربية عبادة، لا تؤخذ بما فعله الآباء، بل بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يحمل الحسن والحسين على ظهره، كان يحملهم على المنبر صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون لولدك ولزوجك ولبيتك منك حق وحظ ونصيب وافر، من طيب كلامك الذي يكون مع الناس، وجمال ابتسامتك، وطيب حديثك. وابدأ بنفسك ومن تعول. الوصية الثانية: لا تنظر إلى أجلك أنه بعيد، فقد يكون اليوم أو غدا، وإن لكل أجل كتاب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فما كنت تحب أن تقدمه عند قدومك على ربك فقدمه. كنا في زيارة في البرلمان السابق في وفد إلى تركيا، وبدأت الطائرة في اضطرام شديد كأنها ستنفجر، وبدأ الطاقم أصاب الطاقم نفسه رعب والركاب، وتسبب مني العرق بطريقة لم أوضع في هذا الموقف طيلة حياتي. رعد وبرق، وعجز الرجل أن يسيطر على الطائرة أو حتى النزول، وأيقن الجميع بالهلاك. والله جمع الله عز وجل لي في رأسي كل ما فعلت، وصارت الحياة أمامي كأنها نقطة. فكنت أفكر ماذا أقول، فقال لي الذي يجلس بجواري، كان نائب جنوب سيناء في مجلس الشورى: ماذا نفعل؟ قلت له: ليس لنا إلا أن نتوضأ وأن نشرع في الصلاة حتى إذا جاءت اللحظة تأتي ونحن في عبادة يختم لنا بها
فقال والله إني أخاف أن أقوم من مكاني أذهب للوضوء. في عودتي في الأسبوع الماضي فعل حدث نفس الموقف، وبغير مطر والجو غاية في الإبداع، ولكن الله أعلم ماذا الذي حدث، انخفاض وارتفاع، ووقع الناس وصراخ وبكاء. قلت سبحان الله للمرة الثانية يحدث نفس الموقف، وماذا سوف أقدم؟ وأخذ قرارات، أخذ قرارات سريعة وقريبة جدا. ولكن الذي يؤذيني أن الهاتف لا يكون فيه في هذه اللحظات اتصال. أود أن أوصي، أن أتكلم، أن أقول، إن كان لك أحد تريد أن تستسمح فهيا، كان عندك عقوق فإياك، كان عندك قطع أرحام فأرحامنا تقطع لأجل الدنيا، فبيع عرضك وجاهك لله تجد لك وجاهة عند الله. استعدوا للرحيل والنقلة، ولا تبالي بما حولك، فإن الأمر مقدر والعمر مكتوب والأجل مضروب والأرزاق معلومة. والنصيحة الأخيرة التي أختم بها: ارتفع كما شئت، واعلو كما شئت، واخطب كما شئت، وصل إماما، وجود صوتك، وحسن وتجمل، والله لن ينفعك إلا ما في قلبك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والله لا يغش ولا يخدع، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والسبق في الدنيا على الأقدام وبالأموال، والسبق إلى الله بالقلوب وبالأعمال، وشتان بين من أراد الآخرة وبين من أراد الدنيا، وشتان بين من أراد ربه وبين من أراد نفسه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم وأن يسددكم. ويعلم الله أننا جئت هذه الخطوات أرجو بها أن أصافح وجوه إخواني وقد حرمنا من ذلك، ونرجو منهم الدعوات. ولولا أن هناك ارتباط لابد أن أكون في العشاء مع الوالد فضيلة الشيخ الشريف الهواري، والله ما فارقتكم، لكن أكتفي بهذا. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يسددنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.